البطولة عبارة عن منافسة بين أفضل الطيارين والمصنعين من حول العالم في دبي. فكرت هذه البطولة أن نحن نلهم وإن شاء الله يعني ندعم قطاع طائرات بدون طيار للاستخدامات الإيجابية اللي تخدم البشرية إن شاء الله على المدى الطويل. ومثل ما تفضل وقال معالي الوزير محمد عبد الله القرقاوي، إن شاء الله نلهم التنقل البشري من منطقة لمنطقة باستخدام طائرات بدون طيار. دبي هي مدينة من المستقبل وما عادت مدينة من الحاضر. ليش هذا الشيء؟ لأن كل المدن اللي في العالم شافوا أن الطائرات بدون طيار لها استخدامات سلبية. ما عدا دبي أطلقت جائزة بقيمة 1,000,000 درهم لاستخدام الطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان. فنحن من البداية شفنا أن نروم نستعمل هذه التكنولوجيا ونسخرها لخدمة الإنسان. فإن شاء الله نكون نحن بعد الرائدين في تطوير هذه التكنولوجيا وفي تحفيز المصنعين والطيارين أنهم يطورونها نستخدمها حق التنقل وأغراض أخرى إن شاء الله.